والآن أدعو فخامة الفريق أول عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة الانتقال السوداني لإلقاء كلمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حضور جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي في هذا اليوم أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لدعوته لهذه القمة العربية الصينية الأولى، كما نشكر المملكة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ويمتد شكرنا لفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية لحرصه واهتمامه بالعلاقات العربية الصينية. نتطلع أن تكون هذه القمة خطوة متقدمة ومهمة لتعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية بين الجانبين العربي والصيني عبر تفعيل كافة آليات التعاون في شتى المجالات. إن العلاقات السودانية الصينية علاقات تاريخية قديمة، إذ تمثل الصين أكبر شريك للسودان في مختلف المجالات الاقتصادية، وتمثل تجربة ملتقى التعاون الزراعي السوداني الصيني نموذجاً ندعو إلى تطويره ليسهم في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي عربياً ودولياً، لأنه يفتح آفاقاً واسعة للتنسيق في مجالات التنمية والاستثمار الزراعي. كما يتطلع السودان لمزيد من التعاون العربي الصيني عبر الشراكات المنتجة في وقت أحوج ما يكون فيه العالم للتعاون لتجاوز أزمة الغذاء والطاقة التي تجتاح العالم اليوم. تنعقد هذه القمة نتيجة لفعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية، والتي نأمل أن ينتظم من انعقادها بصورة دورية متسقة مع مبادرة التنمية العالمية التي طرحها فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة في سبتمبر 2021، والداعية إلى التوافق العالمي والتكامل الاستراتيجي لتحقيق المنافع المتبادلة. السادة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن استراتيجية الحزام والطريق التي طرحتها القيادة الصينية تمثل نموذجاً عملياً يجسد معاني التعاون والترابط والتنمية على امتداد العالم. السودان يدعم هذا التوجه، يسمن كذلك المبادرة التنموية والاستثمارية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بإنشاء صندوق استثماري يشمل عدداً من دولنا العربية ومن بينها السودان، فضلاً عن المشروع التنموي القاري الكبير والمتمثل في مشروع خط السكة الحديد الذي تم اعتماد فكرته في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي 11 بالعاصمة السنغالية دكار، ليمتد من مدينة بورت سودان السودانية حتى مدينة دكار بالسنغال غرباً. فمثل هذا المشروع يمكن أن يحدث طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، خاصة إذا تكامل مع مشروع الحزام والطريق ليحققا معاً التواصل وتبادل المنافع بين دول العالم. إن التعاون الصيني السوداني في مجال التنمية يعد واحداً من نماذج النجاح المشترك، ويجسد معاني ومضامين الصداقة، ويتطلع السودان لتطوير هذا التعاون من خلال مشروع زراعي عربي صيني يحقق قدراً من الخطة الاستراتيجية
للأمن الغذائي العربي، مستفيدين من الخبرات والإمكانيات الصينية المتنوعة، ويؤكد السودان جاهزيته لإتاحة كافة إمكانيات التي تحقق هذه الرؤية الاستراتيجية. كما يؤكد السودان دعم الأعمال الثمانية المشتركة التي ستعمل فيها الصين مع الجانب العربي في السنوات المقبلة. في ختام حديثي أسمحوا لي أن أجدد الشكر والتقدير لجلالة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على حسن ترتيبهم واستضافتهم لهذه القمة التي سيكون لها ما بعدها. كما يمتد شكرنا وتقديرنا للقيادة الصينية ولأسرة الجامعة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.